بارك الله فيكم. الأخ بندر من حائل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام السلام. يا شيخ، فيما يخص تسمية الأبناء بالأسماء بأسماء الظلمة والجبابرة أو بأسماء الأب إذا كان اسم الأب غير حسن أو غير جميل، هل يجوز الشيء هذا أو هل من البر أن تسمي باسم أبيك؟ جيد، شكرا. على الوالد أن يحسن اسم مولوده، هذا من حق الولد على والده أن يحسن اسمه فيختار له الاسم الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. فيختار الوالد لولده الاسم الحسن، هذا من حقه عليه، ولا يجوز أن يسمى أن يعبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الأمير وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، هذا حرام بإجماع العلماء أن يعبد لغير الله، بل يعبد لله سبحانه وتعالى، عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، عبد الحكيم إلى آخره. وكذلك يجنب الاسم المكروه الذي ينفر منه، يختار له الاسم الحسن، هذا من حق الولد على والده. نعم.